السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تلاميذ الأعزاء، تلاميذ السنة الأولى متوسطة. لنا في درس جديد، والدرس تاع اليوم إن شاء الله راح نحلو فيه التمارين تاع الصفحة 59 والصفحة 60. الدرس تاعنا هو I read and do، أنا أقرأ وأقوم بالعمل، أقوم يعني بحلول التمارين. أوكي، السؤال الأول وش يقولك؟ I read and complete the profile، أنا أقرأ and و أكمل معناتها نكمل complete معناتها نكمل the profile. profile هو هذا، profile هي بطاقة المعلومات تاعك، الاسم تاعك إلى آخره. أوكي يلا هالبروفايل شوفوا وش فيه. family name، family name الفاميلي والنيم اللقب. first name، first name الاسم تاعك الأول معناتها الاسم، هذا اللقب وهذا الاسم. age، age معناتها السن. class معناتها القسم والسنة اللي تقرأ فيها. country البلد. likes الحاجة اللي تحبها، و pet الحيوان الأليف التاعك. يلا روحوا نقرأوا النص ونحاولوا نملؤوا هذا البروفايل. Hi everyone، مرحبا بكم بكل واحد بكم فيكم. My name is، أنا اسمي جاك. My name is Jack. I am 13 years old، أنا في عمري 13 سنة. And I am new in this school، وأنا جديد في هذه المدرسة. I am from Canada، أنا من كندا. My mother is from Scotland، أمي من اسكتلندا. I am in class 2B، okay؟ أنا من يقرأ يعني من القسم 2B. I like basketball، نحب basketball. and و listening، أسمع to music، إلى الموسيقى. okay. I have got، عندي a pet hamster، عندي حيوان أليف اللي هو الهامستر. called scruff، اسمه scruff. nice to meet you all، سعدت لي معرفتكم جميعا. ومهنا كتب اسمه جاك سميث، اسمه ولقبه. انتم واش ديروا لي قبل ما نبدا الحل؟ نحبكم كل واحد يكتب لي بنفس الشيء، نفس الشيء، ما تعجزوا ما والو. في التعليقات كل واحد يكتب لي هنا المعلومات تاعو، مثلا ما يكتبليش زعما الام تاعو منين، هذه نحيها لي، ما يقوليش ما من الجزائر ولا هنايا القسم، خير زعما كاش قسم. دوك نقول لكم كيفاش كي تروحوا للسيام كيفاش تكتبوا. مثلا انتم تقراوا سنه اولى تكتبوا واحد ام اس والقسم، واحد ميم باللغة العربية تقولوا واحد ميم، بصح باللغة الإنجليزية تقولوا one m s مثلا three. تقرأ سنة أولى متوسط في القسم الثالث، أوكي ام تروى كيما تقولوا ام ان ام تروى إلى آخره. كل واحد يخير زعمك القسم اللي طاح فيه، بصح كتبوا لي واحد ام اس وهنا بدلوا غير الرقم. أوكي هنايا وراه هنا هو كيما كتب هذا، انتم كتبوا هذه. أوكي وكتبوا لي واش تحبوا، هنا بدلوا كيما حبيتوا، غير هذه برك ما تكتبوهاش خلاص. I am، you are not from Canada، انت ماشي من كندا، انت من ألجيريا، اكتب من ألجيريا خلاص. يلا روحوا شوفوا على الاسم تاعو الاول، وشنو هو اسمه؟ جاك. قالكم هالو ماي نيم از جاك، نكتبوا هنايا خاطش قالك فيرست نيم، فاميلي نيم اللقب، وفيرست نيم هو الاسم، نكتبوا اسمه جاك. اوكي ايج، الايج شحال في عمره؟ الايج هي 13، تحب تكتب غير 13 صحيحه، تحب تكتب 13 years old ثاني صحيحه، انا نكتبها لكم كامله 13 years old خلاص. كلاس القسم تاعو، هاي اللي كتبوا لي غير هذه برك 2B، 2B. country، country هي البلد، هو واش من البلد؟ هو from كندا، كتبنا كندا خلاص. هنا لايكس واش يحب، يلا نشوفوا واش يحب، واش قال لك؟ تلقاوها I like basketball and listening to music، كتب هذه basketball and listening to music. اوكي بس كت بال اكتبها and listening to music، listening حبي الباسكت ويسمع الموسيقى،
to music. اوكي اكتبوا هكا. بعد pet وشنو هو الحيوان الاليف اللي عنده؟ قال لك I have got a pet hamster. اكتب هذه هامستر. اوكي هذا شوفوا هذا التمرين اللي راكم تشوفوا فيه ممكن يعطوكم في الاختبار كيما هذه يعطوكم هكذا ويقول لك املأ المعلومات تاع الشخص ما ولا اللي مذكوره في النص فهمتوا يعني حاولوا تفهموا هذو كامل واش يقصد بهم متفاهمين يلا نروحوا للصفحه 60 واش عندنا في الصفحه 60 نشوفوا التمرين رقم 2 قال لك I read and answer the questions قال لك نقرا النص هذا اللي عطاوه لنا واجيب على الاسئله questions هي الاسئله اوكي يلا روحوا نقراوا الاسئله قبل ومن بعد كنرجعوا للنص قال لك I read and tick هذه in the right box قال لك نقرا ونحط علامه صحيح في الخانه المناسبه هذه تشوفوا تمارين بزاف على هذا الشكل هذه تشرو معناتها صحيح فولس معناتها خطا اوكي تشرو فولس صحيح خطا خلاص رايحين نقولوا أداكو is the receiver of the email أداكو هو المستقبل معناتها هو اللي تلقى الايميل دوك نشوفوا أداكو is 11 اسكو أداكو في عمره 11 سنه أداكو speaks English أداكو يتكلم اللغه الانجليزيه اوكي أداكو likes wearing jeans أداكو يحب يلبس الجين أداكو has a pet cat أداكو عنده حيوان أليف اللي هو القط يلا هروحوا نشوفوا النص وراه الإجابة الصحيحة وراه الإجابة الخاطئة هاي شوفوا هذا هو الإيميل دائما اللي يكون هنايا قدام تو هو اللي استقبل الرسالة ولا بجهة بحاجة ثانية باش نسهلها لكم أصلا اللي يكتب اسمه في الأخير هو كاتب الرسالة وهنا اللي يكون اسمه مكتوب في البداية هو مستقبل الرسالة المتلقي فهمتوا المتلقي دائما يكتبوا اسمه هو الأول وفي الآخر صاحب الرسالة يكتب اسمه مع التالي أوكي هاي رزان مرحبا رزان My name is أداكو أنا اسمي أداكو I am 12 years old في عمري 12 سنة I am from Nigeria. أنا من دولة نيجيريا. I speak English. أتكلم اللغة الإنجليزية. I like swimming. أحب السباحة. I like wearing blue jeans. نحب نلبس الجين الأزرق. And sport shoes. ويحب يلبس الأحذية الرياضية. My favorite food. الأكل التاعي المفضل. is rice يحب ياكل الرز and beans والفول I have got a pet عندي حيوان أليف dog كلب called Max اسمه Max how about you ماذا عنك ومن بعد اكتب له love معناتها نحبك ولا حب ومع التالي اكتب اسمه متفاهمين يلا راح نشوفوا الإجابة الصحيحة تاع الأسئلة تاعنا قال لك أداكو is the receiver of the email قال لك أداكو هو اللي استقبل الرسالة إجابة صح ولا خطأ شوف روحوا نرجعوا للنص ها لا لا خطأ هو ماشي هو مستقبل الرسالة نقول لكم عليه وين عرفته على خاطره وكاتب اسمه مع الأخير كي يكون كاتب اسمه مع الأخير يعني ماشي هو اللي تلقى الرسالة هو اللي بعث الرسالة يعني وش نروحوا نديروا الإجابة True ولا false؟ إجابة هي false. أوكي؟ أداكو is 11 في عمره 11 يلا روحوا نشوفوا في النص. No 12 الإجابة يعني راهي خاطئة. أداكو speaks English يتكلم English أداكو؟ نعم قالها I speak English الإجابة وين راح تكون؟ تكون هنايا. أوكي صحيح صح يتكلم لغة إنجليزية. أداكو likes wearing jeans اسكو يحب يلبس الجين وش قال لك I like wearing blue jeans معناتها الإجابة صحيحة صح يحب يلبس الجين ومن بعد وش قال لك أداكو has a pet cat اسكو عنده قط حيوان أليف
لا قالكم عندي dog اللي هو الكلب. هو هنا في السؤال عطاولنا قط، يعني الإجابة واش راح تكون؟ false. متفاهمين؟ هذا هو حل التمرين رقم 2 صفحة 60. سو هل لحقنا نهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش ديرونا لايك، ما تنسوش ديرونا تعليق شباب تحفزونا. اللي جاو جدد ندعيهم باش يشتركوا في القناة ويفعلوا الجرس باش يلحقهم كل جديد، ونلتقاو إن شاء الله بإذن الله في فيديو آخر.